بعدين حضرتك بتقول ان احنا ما بنقبلش بالمركز الثاني وكده، انا بقالي يعني بسم الله ما شاء الله بقالي 6 سنين ولا حاجه او 5 سنين في الناشئين بتاعت النادي. يعني اخدت اتعلمت حاجه ان فعلا انا ما اقدرش اخسر، يعني خلاص دي حاجه بقت جوايا انا ما حسيتش بيها، ما بتحسش الاحساس ده خالص، حتى في البطولات العالميه ما بنحسش الاحساس ده. مش يعني عايز دايما دايما بتكسب، دايما على طول المركز الاول، دايما انت لما يعني انت مش هتتقبل المركز الثاني اصلا. طب كلمني عن ده ماتش الزمالك الاخير، كلمني عن كواليسه، هل في حاجه قبل التمرين حصلت قبل الماتش؟ يعني كلمني عن الكواليس اللي المشاهدين ما يعرفوش عنها حاجه. والله هو احنا بعد ما خسرنا ماتش الجيش دي طبعا كانت مفاجاه، تمام. بعدين يعني بالنسبه لي الصراحه ما كانتش مفاجاه وحشه قوي، لان انا متعود طبعا بسم الله ما شاء الله النادي الاهلي، في فرقه النادي الاهلي بتدخل اي بطوله بتاخدها بسم الله ما شاء الله مسيح، ما بتخليش حاجه وراها ما شاء الله. فان تحصل المفاجاه زي دي ان احنا نخسر من الجيش ونخسر من بتروجيت، يعني كان فيها تشويق قوي. يعني انت بتبقى يعني اللي هو ايه متجهز قوي للماتش ونفسك ان انت تكسب الماتش، والماتش ده كان اللي هو ايه استفز دايما كنا ندخل ماتش الزمالك ده كده كده كسبانين الدوري والموضوع بالنسبه لنا صحيح، سهل، بس المره دي بقى كان فيها تشويق شويه ان انت ايه بقى انت حصلت خسران مرتين ماتشين واه الدور واقف الاول والدور الثاني. بالظبط، واقف على البونت بالظبط وداخل على الماتش اللي هو مركز قوي، بس الموضوع بالنسبه لنا الصراحه كان حلو قوي. كان حلو، بالنسبه لي ان انا اتفرج على التشويق، اتفرج على الفرقه مركزه، واتفرج على الحاجات دي، والحاجات دي برده بتديني خبرات تانية، لان انا اتعلمت ما طبعا شفتش طبعا. فرقتي بتخسر، صحيح، وعمري ما شفتها بتخسر، دايما اشوفها بتكسب بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني وشفت بقى لما اتحطينا الضغط عملنا ايه؟ لا استفدت فرقتي استفدت الفرقه بسم الله ما شاء الله عليها، ده عملت يعني اداء يعني طب لازم اشيد لهم بحاجه زي دي يعني.